سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك من تكلم سمعت ومن سكت علمت سره ومن عاش فعليك رزقه ومن مات فإليك منقلبه. أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين ورسول رب العالمين. سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن خلق النبي فقالت كان خلقه القرآن. وسئل صلى الله عليه وسلم عن أدبه فقال أدبني ربي فأحسن تأديبي. اسم على فلك العلا يتردد إن قيل من هذا يقال محمد. بنيت مآذنه على هام الربا وبذكره يشد الزمان وينشد. تفنى الليالي واسمه متألق رغما على أنف الفناء مخلد. وترى الشرائع والعقائد كلها تبلى وشرع محمد يتجدد. بالله يا أتباع دين المصطفى هذا الهدى فتمسكوا وعليه صلوا كلما ذكر اسمه واستكثروا من حبه وتزودوا. فصلاة وسلاما عليك يا من إذا مشى يسبقه النور وإذا تكلم أخجل البدور وإذا ركع أو سجد يقول أمتي أمتي يا غفور. أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن هنا تكريما للراحل الكريم المرحوم الحاج محمود محمد عبد الحق سائلين المولى تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته. أيها الإخوة المؤمنون أبناء الراحل الكريم وأشقاء الراحل الكريم وعائلة الراحل الكريم يتقدمون بخالص الشكر والتقدير لكل من أتى إلى هنا وواساهم وقدم لهم واجب العزاء. زينوا القرآن، زينوا أصواتكم بالقرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعيش الآن في رحاب أحلى كلام ينطقه اللسان وذلكم العالم القرآني الإذاعي القارئ الذي لقبه رواد القرآن الكريم بأنه قارئ الأعتاب الطاهرة. فهو قارئ مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت
القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون بجمهورية مصر العربية يتلو علينا ما يتيسر من آيات الله البينات. لا
خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء فلا تك في مرية ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولقد آتينا موسى الكتاب ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم صدق الله العظيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم
فاستقم كما أمرت فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون فاستقم كما ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم فاستقم كما أمرت فاستقم كما أمرت
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى ذلك ذكرى واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية
قلوب بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين فلولا قلوب بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولو شاء
ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل وكلا نقص وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم
وإليه يرجع الأمر كله وإليه يرجع صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت وقلت وقولك الحق إنك على كل شيء قدير. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا خاشعين منصتين لكلام رب العالمين وذلكم العلم القرآني الإذاعي قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون بجمهورية مصر العربية وقارئ مسجد سيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت تلا علينا ما تيسر من أواخر سورة هود وذلك عبر الهندسة الصوتية والإنارة الكهربائية
تحت إشراف وإدارة الباشمهندس سمير حجازي المقيم بقرية تيتا مركز منوف بمحافظة المنوفية. وأما عن مخازن الفراش الحديث الكبرى والقصر من قصور الضيافة المتنقلة تحت مسمى معارض المصطفى إدارة الحاج شعبان الدعوشي المقيم بقرية منشئة سلطان مركز منوف بمحافظة المنوفية. وأما عن الخدمة الفندقية تحت مسمى بوفيه الزهور إدارة عاطف ربيع المقيم بمدينة جبين الكوم ومصور العزاء الباشمهندس محمود طعيمة. ونيابة عن عائلة الراحل الكريم وعن أبناء الراحل الكريم وعن أشقاء الراحل الكريم الذين يتقدمون بخالص الشكر والتقدير لكل من أتى إلى هنا وواساهم وقدم لهم واجب العزاء. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم فقيدنا المرحوم الحاج محمود محمد عبد الحق وأن يسكنه فسيح جناته. وكما علمت أنه كان محبا للقرآن ومحبا لأهل القرآن فأسأل الله العلي القدير أن يشفع فيه القرآن وأن يشفع فيه أهل القرآن.